أنني أملك كل الحقيقة، إلا أنني في نفس الوقت الحديث أنا نتحدث بتحتمل أن تكون في 90% حقائق، وما دام هنالك حقائق وغير حقائق فقد نصيب وقد نخطئ. وقد نتحدث حديثا يحرج الصديق ويزعج الخصيم، وإذا كان الأمر كذلك أننا نتحدث حديثا قد يكون ملبد ببعض الشجون وبعض المشاعر، إلا أننا نتوقع من الحدوث عن النقاش وحتى التعليق والفرص بتاع الأسئلة تكون بطريقة يعني بناعة، ونقارب عقلنا نحن المقارنة من تقارع زول بحجة قوية أحسن من مشاكل. فأنت لما تقول له حجة قارنك حجة قوية وبعدك أنا بقبل منك، لكن رئيس عشان ما كل يوم يجي يجتمع وناس فلان شافوا وفلان نبذوا واجتماعات التفكير، فإذا نحن قدرنا نحتمل بعضنا ونحتمل الرأي الآخر يبدو لي إذا اللي هيك أنا ما هزيلك إيش دي هم نحن نقول عنه. مستقبل السودان أو مستقبل الوحدة في السودان، أنا في تقدير عشان نتكلم عن مستقبل الوحدة في السودان، إذا نشوف السودان ما قبل أن تكون دولة مستقلة، ووحدة السودان بعد الاستقلال.